طيب خلينا نختم لقاءاتنا مع زميلتنا مريم سميح، اجرت لقاء مع احد المكرمين اللواء محمد عبد الحميد، نشوف اللقاء ونرجع لضيوفنا مره ثانيه في الاستوديو. لسه مستمرين معاكم في تغطية يعني حصرية على شاشة قناة النادي الأهلي من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، طبعا في الحفل والاحتفالية العظيمة اللي بينظمها النادي الأهلي لتكريم يعني قدامى النادي الأهلي وقدامى المشاركين في حرب السادس من أكتوبر. الحقيقة يعني دلوقتي معايا نموذج مشرف، نموذج معايا طبعا محترم جدا اللواء محمد سعد محمد عبد الحميد الدفعة 50، وزميلة الشيخ طه اسماعيل في العمر والسرية بالكلية الحربية. برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي. طبعا سيادة اللواء يعني الحقيقة حضرتك منورنا، نموذج فخري لينا كلنا. طبعا عايز أعرف من حضرتك الأول رأيك إيه في اللي النادي الأهلي بيعمله ومجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، إن هو بيفتكر قدام النادي الأهلي والمشاركين في حرب أكتوبر. أنا بتشرف إنني موجود في النادي الأهلي النهاردة، شرف عظيم ليا، وإن قابل حبيب الملايين الخطيب الشاب الطيب الخلوق الكريم. وبعدين انتوا ما تنسوش القوات المسلحه، انتوا كنتوا قوات مسلحه، انتوا كنتوا معانا في كل حته، في السلم وفي الحرب. بصراحه انا النهارده سعيد جدا بيكم وبتشرف ان انا في وسط اسره النادي الاهلي. طبعا يعني مجلس الاداره سياده اللواء دايما بيفتكر اعضائه من قدام الاعضاء علشان يكرمهم في مثل هذه الاحتفاليات. حضرتك النهارده اكيد يعني بتكرم من عدد كبير من مؤسسات الدوله، ولكن بيبقى تكريم النادي الاهلي ليه طعم خاص، ليه مذاق خاص طبعا، لانه يعني مؤسسه عظيمه النادي الاهلي كله انتصارات وبطولات، ودايما بيفتكر ان هو يعني ينظم حفلات مثل هذه الاحتفاليات العظيمه. نعم نعم، النادي الاهلي قدوه ونادي وطنيه، وبعدين درع واقي للكره المصريه كلها بالكامل. وبعدين انا الدفعه 50 كليه حربيه، يعني 77 سنه دمي احمر، دمي النادي الاهلي، بنتي مسكه صفحه اليد في كره اليد في النادي الاهلي. يعني احنا من صغرنا بنرضع لبن النادي الاهلي. اللي هو طبعا يعني ما ينفعش تكون معانا حضرتك زميل الشيخ طه اسماعيل لو هنتكلم على هذه الفتره، يعني تقول ايه؟ لا، الشيخ طه اسماعيل من الناس اللي على خلق عاليه جدا. انا كنت في عنبر واحد وهو كان الكليه الحربيه بتعمل سريرين، سرير فوق وسرير تحت، كان هو معايا على نفس السرير، وتعلمت منه الاخلاق وتعلمت منه حب النادي الاهلي لانه برضه يعشق النادي الاهلي ومن ابناء النادي الاهلي الاعزاء. بصراحة فترة لا تنسى بصراحة. لو هنتكلم النهاردة توجه رسالة للكابتن محمود الخطيب بمناسبة هذه الاحتفالية. لا، محمود الخطيب ده حكاية تانية، ما يعني ماليش كلام أقوله عليه. ده كفاية أول يوم الاعتزال بتاعه مصر كلها قالت يا حبيب الملايين يا خطيب. لا، ده حكاية أسطورة، أسطورة الخطيب ده أسطورة، وأنا بعتز بيه بصراحة. شكرك يا فندم، نورتنا وشرفتنا على شاشة قناة النادي الأهلي. السلام عليكم. طبعا يعني أحد النماذج المشرفة والكبيرة اللي تم تكريمها في هذه الاحتفالية العظيمة كان معانا، ولسه مستمرين في لقاءاتنا مع هذه النماذج العظيمة من خلال تغطيتنا على شاشة قناة النادي الأهلي. بشكركم جدا، العودة لكم مرة أخرى.